في ظل بناء متسارع وتطور متواكب، يكون لكل وطن رجال أخلصوا في بنائه وتفانوا في تشييده. الدكتور أحمد بن محمد السليطي أحد أبناء قطر المخلصين الذين تفانوا في خدمة وطنهم في ميادين كثيرة طوال مسيرتهم العلمية والعملية. ينتمي الدكتور السليطي إلى جيل من المواطنين القطريين الذين استطاعوا أن يجسدوا مراحل بزوغ الدولة القطرية وصعودها الواثق عبر امتلاك هذا المزيج الفريد من الإيمان والحس الوطني وتقدير العلم وعلو الهمة في خدمة البلاد في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المساهمة التشريعية والمدنية والجهود التطوعية. مناصب وقدرات. تدرج الدكتور السليطي في العديد من المناصب الحكومية التي شملت وزارات الصناعة والأشغال العامة والشؤون البلدية والزراعة، وصولاً إلى عمله مديراً لإدارة الشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية. من أجل قطر. طور الدكتور أحمد السليطي عدداً من المبادرات الإنتاجية والخدمية الناجحة في القطاع الخاص، كان أبرزها قطر فارما للصناعات الدوائية، أول مصنع متخصص في صناعة الدواء بدولة قطر، حيث لعب دوراً رئيسياً في تأمين الاحتياجات الدوائية خلال فترة الحصار وجائحة كورونا. علم متفاني. ويحاضر الدكتور السليطي في عدد من المعاهد العلمية مثل معهد التنمية الإدارية ومركز الدراسات القانونية والقضائية، كما يساهم في تطوير بعض التشريعات استناداً إلى خبراته القانونية والعملية الواسعة. مشروعات ومساهمات. ساهم الدكتور السليطي في إنجاز عدد من مشروعات القوانين كان أبرزها مشروع قانون العمل وقانون الإسكان الحكومي وقانون الطفل وقانون الجمعيات، ومرسوم بقانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع ترتيب الوظائف. مجلس الشورى. وعلى مدى العقد الأخير ركز السليطي جهوده على تشخيص التحديات التي تواجهها الدولة ليمتلك تصوراً ومساراً كاملاً في ظل رؤية 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليعزز إيمان السليطي بأهمية انتخابات مجلس الشورى المقرر إجراؤها مطلع أكتوبر من هذا العام، وتطلعه للحصول على ثقة الناخبين ليكون ممثلاً لهم ومدافعاً عن قضاياهم في أول مجلس شورى منتخب في تاريخ قطر الزاهر. الدكتور أحمد السليطي، علم وعمل.